مرحبا، يعطيكم العافية. سلام للجميع. اليوم عنا الانبوكسنج لثلاثة وايرلس ايربودز ونشوف اي واحدة احسن. هذا وينتري تي دبليو اس 101، هذا انكفاير اي 60، وهذا تي دبليو اس مش عارف كيو 8. هذا الرقم اللي تلاقوه هاي الاسم تبعها وايرلس. خلينا نبدا مين؟ نبدا بهاي. يلا. اول شيء طبعا احنا فتحناهم، عملنا انبوكسنج، حاطين عليها الكلر اسود، شكله فيه الوان. اول ما بتفتحوها لقوا شغله زي هيك. حلو، امسك. يعني هيفي بس حلو حلو. فيها كتالوج ما حد بيقراه، وفيها هدول تيبس للحجم، فيها ويو اس بي عاديه مش سي، وهذه انا زعلان منهم عشان هاي الشغله. طيب هون عندنا هذا بتفتحها هيك، وهون الايربودز. الكيس كبيره، ما بعرف ليش كبيره هيك، بس في اكسترا سبيس كثير هون. بس اذا بتعملها هيك في فلاش لايت. فيها فلاش لايت هاي كمان. نايس. بس إذا they removed واحد فلاش لايت، they could remove all the space and these sides. يعني ما بعرف ليش. بس اتوقع يا ادم انه هاي فيها شو اسمه، خلينا نشوف شو فيها. اتوقع انه فيها باتري. باتري like power bank. باور بانك تقدر. فيها باور بانك ممكن. في شايفين في باور بانك ممكن هيك، ليش كبير كتير. يعني بتقدر تشحنها على، خلينا نشوف قديش نحتاج نشوف قديش فيها باور بانك. تقدر تشحن منها. واو، شوفوا فيها ثلاث شغلات. واو. تقدر تشحن منها على التلفون، وهم معطينك يو اس بي عادي، بس تقدر تشحن، حاطين اثنين يو اس بي، واحد عادي وواحد سي. ليش بدك العادي؟ مش عارف. زي ما انتم شايفين هون في كبسة بتبين. صوت واضح. صوت واضح. ما بعرف ليش ما بنقدر نشوف البلوتوث بالبيجينينج. بس هلا في، وهون في البرسنتج للبوكس، وكمان فيها كارد عشان اذا بدك تحط كيب جديد كارد، وكمان في تاتش كنترولز، يعني تاتش كنترولز بالانستركشن اذا بدك تعملهم. يعني طيب كويس. هاي الاولى. يعني هذا كويس اذا بدك تروح على الكامبينج ولا شيء. فلاش لايت. هذا الثاني، هذا انكفاير E60. يلا. هذا عندها بريميوم اوديو نويز كانسليشن ارغونوميك ديزاين لونج لاستنج باتري لايف تاتش كنترول وواتر بروف. يلا. يعني العلبه هيك احلى شويه، حاطين عليها شوية شغلات. ووتر بروف هاي مهمة، زي الابل بوكسات. في هون الانستركشنز كمان. خلينا نشوفها، محدش بقرأها. فيها 2 years warranty. 2 years warranty بس. الانستركشن الوان حلوة والله. بدك تعمل سكان الكيو ار كود within 7 days. اوكي. وكمان حلوة هيك، يعني looks premium. صح. في كتير تيبس، شوف هون في كتير تيبس عشان دانا. طبعا USB-C. واو، فاينل USB-C. وهاي هون الشحن. طبعا هاي ما فيها باور بانك، هاي صغيرة لانها صغيرة كومباكت. هدول الايربودز.
هيك جربهم يلا شوف. It's not heavy. It's not heavy but ما في هذيك فيها باور بانك. هذيك فيها باور بانك. طيب خلينا نجربهم يلا. يلا. طلعت اثنتين مع بعض صح؟ ما بعرف اذا سيم مع بعض. سيم يلا جرب. طبعا كله هلا صار 500 بلوتوث 5 هاي فيها 500 ملي امبير الباتري يعني بتكفيك مده طويله. هذا؟ لا مو هذا هذا. يا هي اوكي يس هاي سماوة connected 100 battery remaining. واو اوكي خلينا نسمع نشوف. تمام هذا الاوديو كويس. صراحه الصوت واضح كثير. وكمان هذا عنده تاتش كنترولز كمان تعمل هيك عملنا باوز وعملنا اشي بس عندها تاتش كنترولز. هذا كلهم تاتش كنترول كلهم اصلا يلا هي جوجل ممكن بدك تاتش كنترول بعدين. هي جوجل هي جوجل هي جوجل طلعت بيكسبي anyway. فا I think انها very good هاي صراحة. الكواليتي مبين عليها كويسة. الكواليتي مبينها كويسة صح. طيب هاي نعطيها big thumbs up. Thumbs up. اوكي. هذا يعني كويس. The other one يعني للكامبينج ولا اشي. يعني مش حتستخدم ال شو بسموها هذي. ال earbuds للكامبينج بس الفلاش لايت والباور بانك كويس للكامبينج. هون هذا ال وينتري تي دبليو اس 101 هيك هذا البوكس هيك وبعدين في الانستراكشنز بعدين هيك الانستراكشن بالايطالي بالاسباني بالفرنسي بالانجليزي بالصيني. اوكي هذا هو يو اس بي مايكرو زيه زي الهاي هاي يعني في كتير تيبس أربعة يعني هذا الـ E60 في كتير كتير حلو هذا حلوين أربعة اللي هم هذا يعني كبير كتير وما عندها charging لواحد تاني يعني it's kind of heavy. الباتري نفس هاي 500 ملي أمبير وبرضو waterproof و signal stability بس هاي اللي كاتبينه عنها بالبوكس. هون نايس يعني جلاس ولا اشي هون كمان البوكس هيك غريب شكله بعدين هون هذا الايربود غريب هيك ورجيه ورجيهم بال شوف الهاي شوفوا كيف الاب شايفين كيف هيك مش زي هدولاك هذا ما عندها تاتش في كبسه هون بطن هاي مش تاتش كبسه صح يلا نجرب استنى بس احط التيب اعطيني التيبس ما بقدر احطها بس بدنا نغير تيبس. طيب نجرب اي واحدة بتطلع هاي بس استنى لا مو هدول هي لتحت هاي ولا لفوق؟ هاي اسمها وينتوري دول كودنت بير يمكن لازم رجعهم ونطلعهم. خد خد خد
استني استني يلا. اول مرة لازم تطلعهم التنتين مع بعض. ها هي نشوف. اوكي اوكي كونكتد تحكي لنا. طبعا زي ما انتم شايفين بتقدر تلبسها لتحت، تقدر اعتقد هاي هي هيك صح؟ لتحت صح. اوكي طيب خلينا نسمع فيها. اتوقع هاي احسن. مش الصوت بس الصوت واعي يعني واضح كويس. كويس. هذا الكليك كمان زي التاتش بس بدك تعمل كليك يعني. طب خلينا نجرب سرعة اللي حطها هيك. فصلت مفروض صح؟ نشوف نطلعها بس من البوكس. كونكتد ما بعرف. اوكي راحت. نجرب هلا نطلعها من البوكس. دايركت كونكتد شايف؟ اه نشوف الاذرز اذا عندهم. نفس الشيء. هذا مو كونكتد صح؟ يا نو كونكتد فيري فاست. اوكي كلهم هم نفس اعتقد الاوبشنز هاي. شو رايك انت؟ انا رايي هذا الانكا فاير اي 60 الاحسن واحد. وانا رايي نفس الشيء. انا اتوقع انه هدول احسن كواليتي يعني كل شيء. الصوت وهذا اوضح شيء. يس بعدين يعني هدول بعدين يعني اذا بدك يعني اذا بدك يعني اشي لل يعني portability وكل اشي هذا احسن من هذا. بس هذا يعني اشي تاني، هذا يعني لل traveling واشي هيك يعني. لانه في battery يعني تقدر charging your phone اذا ناقصك battery يعني. anyway حبينا نعملكو هذا الريفيو، ان شاء الله تكونوا انبسطتوا. واعمل له لايك كومنت وسبسكرايب عشان تشوف الفيديو الثاني. والسلام عليكم. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.